يقول: هل رفع اليد مقترن بالتكبير في صلاة الجنازة والعيدين؟ نعم، يرفع يديه ويكبر أثناء الرفع، يكبر في صلاة الفريضة أو صلاة النافلة أو صلاة الجنازة، التكبير في العيدين وغير ذلك. نعم، هذا بالنسبة للإمام، هو اللي يرفع يديه في الخطبة إذا كبر، أما المأموم فلا يرفع يديه في تكبير العيد. نعم.